شلونكم حبايبي؟ زينين؟ زينين؟ شلون صحتكم؟ اليوم حضركم مفاجأة، اوكي؟ اكو وياي شيء اذا عرفتوه اللي عرفه اعطيه جائزة، اوكي؟ وياي الدبدوب. تعال هلا 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 حط العمود دبدوب. زين تعال تعال معود، اثبت اثبت اثبت. هاي دبدوب لو شو يسموها اللعبة؟ دبدوب. من يقول دبدوب؟ انت تقول؟ الفصيلة ما خدوها الدبدوب. شو اسمها الفصيلة؟ باندا. عافية. هاي باندا صفقوا له. شو اسمك؟ مصطفى. مصطفى مصطفى يقول هاي الفصيلة هي دبدوب الباندا. هو ما يعرف، انت تعرف؟ انت منين؟ ها؟ من المريخ. شو وقت جيت؟ نزلت من الفضاء. من جابك؟ رجلي جابتني. رجلك جابتك؟ اي طبعا. انا على رجلي امشي. شلون ضل؟ اذا عاوز امشي على ايدي. شلون ضل؟ مو يلا. زاحف. اي زاحف؟ اي. اقدم لكم صديقنا مصطفى، حبي يشاركنا اليوم الفرحة وياكم، اوكي؟ هذا اللبس مال واحد اسمه شيبوب؟ لا. شنو؟ لا. لا ما ليش؟ مرة مرة باباي. طبعا ناصبين عليك. ها الدبدوب طلع ما يعرف اسمه باندا، وانت ما تعرف اسمك شيبوب. شلون ما ادري؟ هذا اللبس هذا مال واحد اسمه شيبوب. عمو روح عمو ما شيبوب. ما مقتنع بك مصطفى. والله ما شيبوب. والله ما مقتنع. والله شيبوب. من يعرف يمثل؟ هلي لك هلي. تعال تعال قوم وياي. تعال وياي مثل يا مشهد، اوكي؟ انت وشيبوب، انت وشيبوب والدبدوب. اسالهم شو تريد تسالهم. تعال هنا يلا. شو تريد؟ قل له شنو؟ خمسه. يعني معناها يقول سوي شنو؟ خمسه. عسل يا دبدوب. سوى حبيبي سوى. وكرشك شلون؟ هي شلون تصير الخبافه؟ صفقوا له الدبدوب. نغني؟ اي هسه نغني. يلا شو نغني؟ الله الله دلل علي انا حب دلاله. الله 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 يا وصال علي انا حب دلاله. يا زين طولك يا حي عيونك، خفي عليك الناس يحسدونك. خليك يمي وما ظل بدونك، تكبر فرحتي والفرح وصالك. الله 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 يا جمالك دلل علي انا حب دلالك. الله 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 يا وصالك، من غبت عني قلبي حن وجالك، وقلبي حن وجالك. عاشو. شكرا. عمور شنو رايك باللي نسويه برنامجنا خوش حكي؟ هاي المبادره اللي سويناها انه نشارك الايتام فرحتهم بشهر رمضان المبارك. خطوه احنا قمنا بيها، هي مو سباقه، لكن احنا حاولنا انه نزرع الفرحه والبسمه عليهم. اكيد يعني هي بس مجرد الفكره، يعني واحده فكره عظيمه انه نشارك هاي الاطفال فرحتهم، نشاركهم حزنهم، نشارك كل شيء موجود هم يعيشوه. انه نزرع البسمه على وجوههم هاي واحدة يعني شيء انجاز جدا مهم. فشكرا لبرنامجكم الرائع، وراح نغني سوا. ها اكو اغنيه، اكو اغنيه للايتام يعني نسوي لهم فتشي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله راح نسوي عمل، وطلع عندنا صوت كلش حلو. علاوي. اي علاوي صوته كلش حلو. شكرا لك. ايتام نوصيكم لا تنسون حط رقم فصيل عيون. ايتام نوصيكم لا تنسون حط رقم فصيل عيون. كنا ياكم نروح نضمت كل الجروح، كنا ياكم نروح نضمت كل الجروح. نسعد داعش ودول اللي يفجرون،
يسعد دايش ودول اللي بجروا.